ومعنا عبر الهاتف مباشرة السيد طه غمامي، ممثل طلبة الصيدلة لولاية باتنا، أيضا السيد إلياس البديوي، ممثل طلبة طب الأسنان، من ممثل عن ولاية قسنطينة. أهلا بكما معي، صباحكم سعيد. صباح النور يا أحمد مرحبا. على المشاهدين. طيب، السؤال الأول سيجيب طه غمامي، كيف تتوقعون لقاءكم الأول اليوم مع الوزير الأول عبد الملك سلال، خاصة وأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان سابق لها قالت أن مطلب رفع التصنيف ليس من صلاحيتها فقط وإنما لقطاعات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، شكرا عليكم على السلام. الاستضافه. والله نحن اليوم نتوقع يعني من السيد معالي الوزير الاول ان يلبي يعني كافه مطالبنا، لانه هو المخول الوحيد، لانها مطالبنا كما قلنا وحدثنا من قبل انها تتعلق او باكثر من وزاره، وزاره التعليم العالي، وزاره الصحه. والسيد معالي الوزير الاول هو بصفته كوزير اول يستطيع يعني ان يتحكم في كلا الوزارتين، لذلك نرجو منه ان هذه الشفره ان يفكها. وهو طبعا نحن يعني نتفائل كثيرا ان شاء الله ان نرجع يعني ومطالبنا ملبيه ان شاء الله. جيد. طيب سيد الياس البديوي، اكيد انكم هناك ممثل واحد سيكون هو من سينقل مطالب للوزير الأول، ما هي مطالبكم الأساسية التي اتفقتم عليها؟ والله قبل ما قلت كاين واحد ولا كاين تسعة، اوني بري بور تو لي سيناريو، دونك اون فا اسيمي لا ريسبونسابيلتي دو تو ترانسميتر او بريمي مينيستر، مي اون اسيم با لو ريزولتا، بيسك سا روفيان او بريمي مينيستر داربيتري سيت كاتيجوري. دونك اون سكي كونسيرن comme on a dit hier, la catégorie 16 au lieu de la catégorie 13, l'augmentation du nombre de postes de résidents, l'augmentation aussi des spécialités, et traitement ou bien trouver une solution en carence en matière de maître assistant, l'ouverture de nouveaux terrains de phage, et bien sûr le problème du matériau et du matériel qu'on doit vraiment résoudre. طيب، هذه مطالبكم الأساسية. ما هي أوضاع الطلبة خاصة بعد شهرين من الإضراب؟ بون لي ستوديون فيهم بون لي ستوديون سون دو بارتي، كاين لي سون فريمون ديتيرميني وكاين كيما نقولوا سون ريكولي هكذا، مي اون ماتيير جينيرال سون توس سوليدار، يتسناو حاجة كبيرة إن شاء الله من هذه لا رونكونت. جيد. طيب سيد طه غمام، اكيد انه بما انه الوزير الاول قبل انه يلتقي بكم وتنقل له انشغالاتكم، اكيد انها نقطه ايجابيه ومحفزه، اكيد انه ستكون هناك استجابه لمطالبكم. صوت غير واضح. طيب قلت انه بما انه الوزير هو قبل انه يلتقي بكم لتنقلوا له انشغالاتكم، اكيد هي نقطه ايجابيه وربما استجابه مبدئيه لمطالبكم. والله نتفائل كثيرا كما اسلفت، يعني طبعا هي خطوه عملاقه بالنسبه لمطالبنا، ونحن موحدين كطلبه أن يستقبلنا الوزير الأول وأن يلبي مطالبنا، وهذه هي النقطة الإيجابية والتي كنا ننتظرها من أول، أن يستقبلنا الوزير الأول. وطبعا هذا الاستقبال يجب أن يخلص بنتيجة إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله. يعني نعم. إذن الموعد سيكون على الساعة الثالثة مساء. نعم، هو كما أشارت صفحته على تويتر السيد الوزير الأول قال أن سيستقبل ممثلي الطلبة على الساعة الثالثة اليوم إن شاء الله، ونود أن يستقبلنا يعني كما يستقبل ممثل طلبة أكثر على الأقل من ثلاث طلبة على الأقل، أن يكون هؤلاء الثلاثة أو الأكثر مخولين أن يعطوا المطالب بصورة كاملة. نعم، أكيد سنكون في المتابعة وعما تمخض عن هذا اللقاء مع الوزير الأول. شكرا جزيلا لكما، السيد طه غمام ممثل طلبة الصيدلة لولاية باتنا، وإلياس البديوي ممثل طلبة طب الأسنان ولاية قسنطينة، سنكون في المتابعة في المساء. شكرا جزيلا لكما.